لي كويس؟ جيت البيت يعني وطمنت على سيدنا وما فكرتش حتى تسأل عني؟ أنا آسف، حقك عليا. ماشي، أنا كنت جاية بس عشان عايزة أتكلم معاك وأفهم وأعرف أكتر. اقعدي. بابا، أنت أغلى حاجة عندي. عمري ما فكرت لحظة إني ممكن أبعد عنك. طب أنت عارف إني لما عرفت إن سيدنا لسه عايش فرحت قوي؟ مش عشانه، لأ، عشانك أنت، عشان الصورة اللي رسمها لك في قلبي وفي خيالي لسه زي ما هي. سأل اللي أنت عايز تسأليه وأنا هجاوبك على طول. هتجاوب على أي سؤال؟ أي سؤال. بابا، أنت كنت عارف إن عزت هو اللي قتل مصطفى؟ كنت عارف وكنت معايا صح؟ عشان كده يعني ما عملتليش حاجة لما عرفت اني اتجوزت عزت؟ طب عمي مفيد اللي كان هيتسجن؟ طب لؤي ابن اخوك اللي كان اتعلق على حبل المشنقة وانت عارف كويس قوي انه مصدوم؟ خلاص عادي، مش مهم. خلاص انا عارفة ان اللي عدى ده كان صعب وكان بشع. انت عارف اني اتعلمت كتير قوي من الشوية اللي قعدتهم في السيدة، من الناس اللي بتجري على الجامع عشان تأدي الدين اللي عليها ومتأخرش ولا ثانية. بابا، الباب لسه مفتوح، ربنا مديلك فرصة تانية، استغل الفرصة دي. مفيش حاجة في الدنيا أغلى منك عندي. بابا، أنت ما تعرفش أنا بحبك قد إيه وغلاوتك عندي قد إيه. زي ما خدتني على المدرسة وعلمتني إزاي أقرأ وأكتب، زي ما كنت دايماً تقعد جنبي وتقول لي ما تخافيش يا بنت طول ما أنا معاكي وجنبك، أنا كمان بقولك إن أنا جنبك وعمري ما هسيبك ولا اقدر استنسيك. انا بس كل اللي عايزاه انك تبقى واقف جنب الناس، تعرف ان انا بجد ابويا كبير وافتخر بيك قصادهم. عشان خاطري. حاضر. من حقك يكون لك اب تفخري بيه، من حقك يكون لك اب ما تتكسفيش من سيرته، ترفعي راسك لما يجي اسمه، ما تقلقيش، تتبسطي.